القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. كنا قبل قليل نسمع المتظاهرين في تلبيسة يرددون ربما باللهجة الكردية: لا سلفية ولا إرهاب، الإعلام السوري كذاب. بعض القنوات الفضائية العربية التي يصح تسميتها بالعبرية وليس بالعربية، أنا تابعتها أمس واليوم، كأن الذين قتلوا بالأمس في غزة ماتوا في حادث سير بالهند. هل قد الموضوع؟ ثم ينقل الخبر وتنتقل إلى البرامج العادية والطبيعية، وليس هناك فاجعة عربية وإنسانية كبرى تحصل في قطاع غزة. طبعا لأن هذه القنوات ستكون محرجة، ماذا تقول لمشاهديها؟ وهي التي ما زالت تصر أن تصف الذين يقتلون في غزة بالقتلى وليسوا بالشهداء. سوريا في لبنان قدمت الكثير. سوريا منعت التقسيم للي بيرجعوا بيستعيدوا ال 75 و76 و77 و78. ومخاطر التقسيم الكبرى على لبنان والمنطقة. سوريا ساعدت بقوة في الحفاظ على وحدة لبنان. سوريا أوقفت الحرب الأهلية الدموية التي كانت تقضي على لبنان وعلى شعب لبنان. سوريا ساندت لبنان ودعمت مقاومته. يا الله يا الله احفظ لنا نصر الله بالروح بالدم، نفديك يا بشار.